أبرشية الأرمن الأرثوذكس تقيم أمسية غنائية وطنية أحيتها فرقة كورال حلب إحياء للذكرى المئوية لمجازر العثمانيين الأتراك بحق الأبرياء من المواطنين الأرمن. إحياء للذكرى المئوية لمجازر العثمانيين الأتراك بحق الأبرياء من المواطنين الأرمن، أقامت أبرشية الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها أمسية غنائية وطنية أحيتها فرقة كورال حلب التابعة لنادي الشبيبة السوري. بشرفنا بنفس الشيء أن نكون سوريين عم نمثل هالوطن بهالحفلة بهالمناسبة السعيدة. المناسبة بالذكرى المئوية للشهداء الأرمن على يد العثمانيين الأتراك، وبنفس الوقت بدنا نحيي ذكرى شهداء سوريا. نترجى من الله أنه الله يرحمهم جميعا، ونترجى لهالبلد الخير أجمع. بدنا نقدم أغاني، طبعا هو غوميداس فنان عاش بفترة مجزرة الأرمن، يعني جن من الوضع اللي صار مع الأتراك. فنان غوميداس بأرمينيا بدهم يعلنوا أنه قديس غوميداس. بهالحفلة نحن حبينا نقدم رسالة للعالم أنه حلب هي المدينة التي تعشق الحياة. حبينا نبعث رسالة محبة، لأن الموسيقى هي لغة المحبة، وإن شاء الله بنقدر نقدم الشيء بيسعد الشعب، بيسعد الجمهور، بيسعد الشعب الحلبي الصامد. نريد نوصل للأمان، إن شاء الله بلدنا تكون بخير وكلياتنا نكون بخير، مع أنه أنا جوزي شهيد صار له سنتين ونص، و إن شاء الله بس بنحب بلدنا نحن، بتم هي بلدنا سوريا. صوت يوحد أبناء سوريا ويؤكد على تلاحم المجتمع السوري بمختلف أطيافه ضد أعداء الوطن. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب. مشاهدينا الكرام.